فوالا حبيبنا الزوينين كي كتشوفوا انا وسق دابا هادشي هنا. اولي ما تبقاش عصب جدا ما يشتاك الخنز صحت بيطانك شتاك الخار حيد داكشي غسل وجهك وزين جيلك جدا ماكينه احسن بها خار. كيفاش الوحوش تسطيتي ولا ما تخد عليا بخار والله ما بقيت كاع نلعب مع الطاسل. اهلا وسهلا الناس الحباب الزوينين شخباركم صحه ديالكم مزيان نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو كاينه غير بوحدي في المقدمه علاش حيت بغيت ندير واحد المقلب اللي كيقتل بالضحك في صوفيا حيت ما غاديش نضحك غتشوفوا شنو غادي ندير. خليكم معايا في الفيديو غادي نمشي نوجد واحد الحوايج اللي غتشوفوهم معايا. خليكم معايا ايطاب بار ايطاب وغادي نقول لكم بزاف الحوايج المهم ما تدوزوش مقدمه لانه كاينه بزاف الحوايج بغيت نقولها لكم. خليكم معايا ليتس جو. ودابا اخوتي احباب قبل ما غادي نقول لكم شنو كاين كنبغي نشكر اختي هدى الحياني بزاف بزاف حيت هي اللي عطاتني في الانستغرام ديالي هذه الفكره اللي غنديرها. اول حاجه غادي نقول لكم شوفوا هاد الفوطو يعني هي اللي صيفطت لي هاد لا فيديو قالت لي حاول ديرو في سفيان قبل ما يشوفوا في اليوتيوب ولا شي حاجه. وانا مشيت اخوتي خديت بحال هكا الشعر بحال هكا وخديت اي ودابا غادي نحاول نلبس هاد التريكو ديال سفيان جبدتو له كلبسو الصيف الصيف داير بحال هكا وغادي نمشي غادي ندير الماسك واكيد ما بغيتش حيت غادي نشوف ردة الفعل ديالو الاولى غادي نموت بالضحك باش ما غاديش نموت بالضحك غادي نحاول نصد عيني بالخيار ولا شي حاجه نشوف عاد نشوف شنو عندنا. المهم خليكم معايا تنصوب هادشي كامل ونخلعكم تشوفوا خليكم معايا. اي فوالا حبيبنا الزوينين كي كتشوفوا انا لصق دابا هادشي هنايا وغادي ناخذ واحد جوج خيارات غادي نديرهم في وجهي ومن بعد غادي نخلي الفيديو مطلق ومخبي ديال بصح وبغيت نشوف الرياكسيون ديالو. اكيد انا غادي نغطي وجهي عيني لانه ملي غادي نشوف الرياكسيون ديالو غادي نموت ديال الضحك. ايوا هادشي اللي كاين خليكم معايا في الفيديو. احنا مع بعضنا حب الكل اصحابه واعرف حكايات مليانه طعام والدموع والعصير لا 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 والعشرين مدابو ودابو طول عمري بقول وش تسطيتي ما خرج لك العقل اش داكشي انت هز زبطك كدير باص ويش حد يتسخد ويش حد يتسخد ايه سقع انت بنت هز يدك نشوف يا تفو واش منيت كنصفي يخلعك على الخنونه انا هادشي في الصيف في البرد ما كنحيدوش كيجيني البرد وخليني هو اللي في زنه 3 شهور ما كنبقاش بيهم اه ولي ما تبقاش عصب جدا ما شتاك الخنز صحت فيطانك شتاك الخار شتاك الخنز واش تسطيتي ولا خشيتي ويلي كاين شي واحد في البرد كيلبس شي حاجه بحال هكا انا في دارنا منك لداتك هكاك خانز داك ميش غادي تزغب هز يدك نشوفها ما يمكنش هادشي ويلي 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 شحال لا داكشي بزاف كتير اقسم بالله داكشي كتير على الاقل طلاصي ويلي شي في البيت ما كنحيدوش كيبقى في البيت كيبقى لي القطه ما فيهاش شنو القطه خلص داكشي يا الخلص شوف الماسك يا حد شريت واحد الماسك زوين ديرو داتك وديرو البيطانك ديرو البيطانك خانزين لا ما كنحيدش انا البيطان ديالي في البرد ناري ريحتك كتعطعط قسما بالله العلي العظيم تحت الخنز فيك دابا شنو بغيتي اقسم بالله حيد داكشي غسل وجهك وزين جيرك جدا ماكينه احسن بها خا ماحيدش الماكينه لا المصيبه هادي باش كتحيد بلاصيخ فينا هو هاد لاصيخ فينا هو تما كولا عندك جوج غيوصا ديال الدري تما خاصهم يتحسنوا بالطوب والله تا خاصهم يتحسنوا بالطوندوز وانا في المنطقه كنديش هادشي واش ما كنحيدوش ما حيدوش بالقص نوريك رجلي نوري اللي ما توهينيش بيطان كاكاك اويلي يا فائزه شوف اويلي صدمتيني قسما بالله صدمتيني اقسم بالله العلي العظيم واش عمرك في البرد شفتيني لابسه بحال هكا علاش خاصك تلبس هكا كتحسن يا الخنز اقسم بالله الخنز اقسم بالله انا اللي داري والله حتى كنحسن انا اللي داري تنحسن انت ما عادش منين محسوبه انت يا خاصك اقسم بالله حيوان انت والله حتى حيوان شوف الله يرحمك الوالد الله يرحمك والله حتى حيوان نخلي داكشي واش ما عاجبك الحال مسرح هكا يا تفو يخ
سيح سيح حسن سيح حسن يا يا حسن حيد عليا ما تمشيش عشان المكاتب نوض عليا حيد عليا ما تمشيش معايا حيد عليا والله ما نجي مع جدي المكاتب حيد عليا والله ما نبقى معاك واش مني حيد واش مسطيه لا تخنز واش قدات واش راك تمشي البنات ما كيحسنوش يا طفو يا معايا شكون اللي قبل عليك واش مسطيه تخيل اختي مزوجه وجارتك لقاك هكا في البرد ما كنحيدوش دابا المغاله كانت مزوجه في البرد ما تحيدوش لا مزوجه ما عرفتش اي ولا الى ما تقاش تزل لي يدك ما تقاش تزوم غير نشوف داكشي خانز واش دابا انت ما كتحسنش كاع ما كتحسنش لا في البرد ما كنحيدش في البرد ما كنحيدش كاع كيفاش في البرد ما كتحيدش والله الا خسرتي المغال ديالي عافاك خليني نغني خليني سير سير صلاه يا عتفو اقسم بالله تاع معيافه اقسم بالله تاع عيفتيني خانزه ما عمرك سميتي فيها شي ريحه خانزه واش غادي داكشي والله تاع خانز شنو زعما كدير شنو كدير بارفان باش ما يبانش العرق انا اللي فايزه داكشي كثير والله حتى كثير اقسم بالله حتى كثير والله حتى كثير خانزه والله حتى خانزه سفيان ما تعيط لجد امي انا كاع ما تعيط ليش واجي تشوها قسما بالله تشوها اقسم لك بالله تشوها ولد هي تنشوفها هكا واش مسطيه واش باغي تربيه واش مربيه باغي يكبر اش نتفاو لك وانا نقول ندير لك تفاهم ما فهمناش ما فهمكش شنو دابا هادشي انا على الاقل على الاقل يستعمل علاش ما كنحيدوش على الاقل باش يبقى بويوض يبقى بويوض اخويا سديت عليا انت اللي دخلتي جبتك السواد ما تخش تشوف انا حالتك هكا خانزه خانزه الخنز الزغب شنو كيجمع الزغب شنو كيجمع الزغب شنو كيجمع لا الخنز ديما نقاوم والله ما يمكنش والله واخا تغسل ليل ونهار الخنز يبقى حتى ما يمكنش اصاحبتي ما يمكنش غير طويل داكشي على قلة لاصي على قلة ولا داك اللي اش كيسميه وداك اللي كيحيد فايزه سير حسني يا فايزه فايزه سير حيدي داك البيطانه فايزه شوف خسرتي معايا والله صافي شنو زعما كديني كديني اليوغا صوفيا خليني نتكونسونطرا هكا قالت لي واحد وحده في اليوتيوب واش العكا على الخنونه العكا على الخنونه واش نتيا حاسه براسك اليز دير الكوماج لوجهك وداكشي زعما بغيتي تباني فيها كلاس وبيطانك هكا نازل الشعر شوف منين تجوج ديال مرت كاتشي لا انا ما تطلق انا القاكا انا تخلعني انا تخلعني نولي هي صاحبني هي اللي واخا نبدا نخرج الكلام خانز من فمي انت انا ثلاث شهور وحسن شويه يلاه شويه كيفاش داكشي اللي بغيتي تدخل لي العقل كيفاش بزاف داكشي اش كنضحك على خلقي حتى الله ما طلع بالصبر عصافي عشناه ورا ما يمكنش كتضحك شم شم يدك شم شنو دابا راه عشنا راه ما بغيتش نشوف انا دابا بغيتي نعاود الرياكسيون ديالك دابا باغا تبيني الناس الشوهه عندي زغب بزاف ولا راه انا نقول لك عرفتي المفاجاه انا نقول لك شنو كاين جري جري لا والله تحكيتي بين طعامك والله ما شفتك في يدك يلاه وتغسل حالتك نو وصافي براك قالت يلاه صاح يا فايزه يا ديكولاس انت انتي ديكولاس شوف اخوتي غنمشي لحد عليا تي عاد نهضرو ما يمكنش قسما بالله تا مسخوطه صيعتي للبيطال نبي ايوا يا حبايبي انا زوينه من بعد ما دخلت دوشت وخرجت بكل صراحه هاد التريكو صوفيا ملي حيدته انا لقى فيه هاد الزغب عيين فضوعيين فضوعيين فضو ما بغاش يتحيد كاع كاع وعزيز عليها التريكو ديال بصح شوفوه عيلا نفضو هادشي والو والو شوف ما عرفتش كيفاش يتحيد هادشي المهم خوتي شوفوا انا هاد التريكو غادي نلوحو ليه بزاف قال لي لا ما تقصيش ليه حوايجي داك الحوايج صيف وهاد التريكو قسما بالله حتى غالي ديال بصح كانت جابتو له واحد السيده عزيزة على القلب اختي سامية جابتو لفواحد الكارطونة وشفنا الثمن ديالو غالي غالي ديال بصح ايوا هادشي اللي كاين وغادي دابا نعيط له ونقول له صافي دير معايا الخاتمة ونشوف رد الفعل ديالو ملي يشوف هاد السروال هاد التريكو في طرز حاجتكم سفيان ايوا اجي يلا دير معايا الخاتمة نساليو صافي داكشي لصقتو ويلي يلا زيد دير معايا الخاتمة فوالا حبيبنا الزوينين حيد لا بلاتي نعاود واحد حيد هذا من حدا الناس
فوالا خوش هويلي هو ابن الزوينين. لا صافي لوح هذاك. كيفاش لوح؟ واش تصطيتي ولا ما كتعد عليا بخا والله ما بقيت كاع نلعب مع 16 تاع الخا بقيت كاع نلعب مع واش تايكو؟ شوف كيفاش رديتي. شوف ما تشتوش تما ما تشتوش. شوف خوتي العفن، شوف العفن ديال الزغب. الزغب شوف كيفاش داير فيه. شوف شو كي ولاو تايكو. والله خوتي تجابتو ليا كادو واحد السيده ساميه عزيزه عليا وداكشي، ولبستو خطه وحده. اقسم بالله تلبستو خطه وحده تلوحي ليا في الزبل حشومه كاع. والله تندمت بالله. نوض يلا جمعي 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 الزباله جمعي بسلامه صحيحه. اجي اجي بلاتي قول الناس بسلامه باش نجمعها انا. والله تعصبتيني بالله ناري تعصبت اخ. ابن الزويني كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. اهم حاجه ما تنساوش تابوناو. مازال افكار جديده، مازال بزاف ديال الحاجات. وابارسا كيف دارت اختي هدى الحياري هي اللي عطاتني الفكره سفيان. بارك الله عليك هدى. بارك الله عليك والله. بارك الله عليك. لا بغيت نقول لكم هالانستغرام ديالي، هالانستغرام ديال سفيان. اللي عنده شي فكره يقولها لينا. كتبوا لي اخوتي دخلوا الانستغرام ديالي كتبوا لي انا شي حاجات يكونوا فهمتي شي حاجات اللي حاجات زوينه. كيتعدوا عليا بالضرب حق الله. كتبوا لي زادت في التيكو ديالي حشومه تحطيه في الزبل حشان عمر. صافي مشي تريكو يجي تريك بالدوخه بالدوخه حباب الزوينين. تعصبني اليوم وحق الله. بزاف ديال الافكار الشين ديالنا اللي كنبدا نقول حيد بدا صافي ستريس 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 بزاف ديال الافكار. سامحونا على زله اللسان ولا شي حاجه. احنا عفويا تنحطوا داك الشيء عندي تحيد حيت كيديروا يقولوا يا سيدي خلينا نهضروا. بعض الفيديوهات في الشين ديالنا اخوتي باش تعرفوا اللي كاين اكثريه من لي فان ديالنا اللي كيصيفطوا لنا في الانستغرام. يعني الافكار بعض الافكار اللي كاينين في الشين ديالنا من عندكم. وهذه الفكره حتى هي من عند واحد السيده. شكرا لك بزاف هدى حياري. شكرا بزاف وتبارك الله عليك. قسما بالله تخيلوا معايا هدى حياري فاش كلمت معايا وداكشي قلت ليها انا قلب لي على شي مقلب نديرو في فيزا وقلت لي كون هاني اخويا. ولكن شكرا بزاف وتبارك الله عليك توقع عليك. فوالا اخوتي الحباب كنت ان شاء الله هاد الفيديو جاكم. كنحبكم بزاف وتهلاو في راسكم وبارطاجيو ماكسيموم وتابوناو باش نوصلوا ان شاء الله ل 1 مليون باش نديروا اكبر حفله اللي مخطين لها انا وسفيان. وخويا بدر هو اللي معاوننا في هاد الحفله. اقسم بالله ما تصبني هذاك بيديك انا كاين اكيد ما كيتحيدش. دعواتكم معايا اخوتي يا ربي يا ربي يا ربي بتسهل الامور. فوالا اخوتي بسلامة عليكم. هذا الموضوع ما كنبغيش نجبدوا اللي كاس صراحة الله. كل حاجه كتجيب وقتها و يا ربي بسلامة عليكم.